صباح الخير يا متابعين فتح الفن الصباحي لشركة وينز البروكر، قدموا لكم كريم مجد اليوم 21 مايو 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن دوج اليورو مقابل الدولار الامريكي. تداولات ايجابية لليورو طبعا مقابل الدولار الامريكي، وده راجع في المقام الاول لاقتراح فرنسي الماني لصندوق مشترك قد يقترب باوروبا من اتحاد مالي مما عدد الطلب على العملة الموحدة. طبعا ارتفع كمان الفرنك السويسري بفضل بعض العزوف عن المخاطر في اسواق العملة، وطبعا عارفين ان كلتا العملتين بيكونوا تقريبا مراية لبعض او عكس بعض كزوجين، ولذلك طبعا ارتفاع اليورو تم دعمه بشكل كبير جدا جدا نتيجه الاقتراحات الفرنسيه الالمانيه. ما كانش عندنا بيانات هامه نقدر احنا نتكلم عليها خلال تداولات امس، لكن النهارده هنكون في انتظار طبعا الماني، بيان الماني هو مؤشر مدير مشتريات الصناعه الالماني الشهري لشهر مايو متوقع ليه 39.2، وده تحسن عن شهر ابريل اللي كان من نتيجه 34.5. ايضا من الولايات المتحده الامريكيه هيكون عندنا اكثر من بيان، ولكن اهمهم على الاطلاق هو معدلات الشكاوى من البطاله الامريكي متوقع ليه 2,400,000 مقارنه بالاسبوع الماضي اللي كان 2,981,000. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار. خلونا نشوف مع بعض الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين الاداء الايجابي وتفوق اليورو مقابل الدولار الامريكي واستقرار على نقطته المحوريه 880 واقترابه من الثبات على 960، واعتقد انه هيقدر يعمل ده. اداء ايجابي على الاي ام اي على مؤشر الاستوكاستيك، وثبات زي ما قلنا على متوسطات سريعه عندنا اشاره على السار، وطبعا فلات ترند ادى اشاره متوقع انها تكون خاداعه لان مفيش هبوط على التشارت يؤدي لقلب الفلات ترند الاتجاه. طبعا هنكون مش مطمنين للاتجاه، ولذلك اليورو هنتوقع اكيد الاتجاه الايجابي، ولكن مش هنطمن للاتجاه بمجرد ثباته على 960. هنرجئ طبعا اطمئناننا للاتجاه او التاكد من الاتجاه بعد كسره لل 10.45 علشان ننتظر يعني ان هو يكمل ال 11.45. مره ثانيه الاتجاه الاكثر توقعا لليورو مقابل الدولار الامريكي هو الاتجاه الايجابي، هنتاكد بنسبه 50% بعد كسره 960، ولكن التاكيد الاكبر بعد كسره ال 10.45 علشان يروح لل 11.45. السيناريو الاخر المعاكس هتحقق بكسر ال 760 وراها ال 650 واخر نقطه عند ال 550. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول الايمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.